الحمد لله. لو زيكم عامل ايه؟ انا مش بتعامل خالص مع كلاب احمد، بتعامل مع زيزي بس. هي زيزي دي كلبتي عشان بخاف منهم ساعات بصراحه. لا بغير مش منهم، بغير من زيزي عشان هو زيزي بحس انه بيحبها اكتر مني. بغير عنها من شغله لان هو بيهتم قوي بشغله وبيقعد يفكر فيه زياده في اوقات كتير، فبقول كفايه التفكير في الشغل. بص يعني شويه بس مش زي السوشيال ميديا. خد بقى زيزي، خد زيزي تخافش. اقول عنه ان هو اطيب واحد في العالم. بقيت ست ميت احسن بكتير الحمد لله. بصراحه شويه بخاف من المستقبل يعني في الشغل وكده، بخاف قوي منه. كنت بفكر فيكم انه جايين النهارده بدري. باكل فول، ما بحبش اي حاجه سخنه، بحب الحاجات الساقعه بس. مش عامله له اكل، هو هيتغدى بره. خالص والله مش بطلب اي حاجه. اكتر اكله بيحبها الفاصوليا، الممبار. ثلاث مرات مرتين كده. المكرونه بالتونه. كله. القلق والتردد الاثنين برضو، والتسرع عند احمد برضو. بعد الخطوبه وبعد الجواز لا والله هو كان نفسه في ساعه فبحاول اجيبها له. يعني نفسي يجيب لي ايه والله؟ لا هو بيجيب لي كل حاجه والله، مش عارفه يعني. اكتر حاجه بحبها الكروت، لما بيكتب لي حاجه بايده، ودي اكتر حاجه بتبسطني. مامتي واخواتي وصاحبتي لينا. الاول احمد، ولما اكون مثلا انا واحمد متخانقين مع بعض اروح اكلمها ماما مرتين او مره مش كتير. مره ندمت قوي قوي، قصيته لحد هنا وكنت بعيط. مغامره، نفسي اطلع جبل قوي اللي هو بيبقى مثلا فيه ثلج من فوق وكده، بس نفسي بس خايفه. لا انستغرام، كنت بعمل سيرش على فيتامين دي لما يبقى قليل في الجسم يعمل ايه. حد على انستغرام، تلاقي حد مثلا كتب كومنت مش حلو فاروح عامله له بلوك، ما مش برد يعني، بعمل له بلوك على طول. لا ده بقعد اتخانق معاه والله، اقول له بلاش تعمل كده، وهم بيبقوا عايزين يعملوا كده عشان يستفزوه، بس بقول له بلاش. لما اكون مثلا يعجبني شكلي لا كتير، لكن لما اكون قاعده في البيت كده عادي مش يعني على حسب، لو خارجه مثلا 3 4 بس سيلفيز حلوين يعني. احلف نوني. اكتر اغنيه عجبتني السنه دي كذا اغنيه، في اغنيه مهرجان وفي اغنيه ملطشه القلوب. الاغنيه اللي غناها حمائي في الفرح عندي اسمها ايه، اللي هي بتاعت قالوا عنك البنات مش عارفه ايه، مش حافظاها بس هي كانت حلوه قوي الصراحه. لا حلوه قوي بترقص. ساوث افريكا رحتها مرتين. اكتر برنامج معكم منى الشاذلي. لا افلام كتير بصراحه يعني، بحب مثلا افلام سعاد حسني، وفي فيلم بحبه قوي اسمه واحد صحيح بحبه قوي. بكيت لا كل الافلام بعيط بصراحه. ليوناردو دي كابريو. بص هو انا كنت زملكاويه وبعد كده احمد خلاني اهلاويه، وبصراحه انا ما بعرفش اي حاجه في الكوره. لا بفرج معاه بس هو بيقول لي انت وشك وحش قوي، كل ما بقعد معاه بيخسروا. يعني بيقعد يعمل ابعدي بقى انا ويقعد يعمل كده وهو متعصب، ابعدي عني دلوقتي عشان مش طايق نفسي. الظلم، لما حد يظلمني بتعصب قوي او كتير. لا حاجات هبله يعني، في الحياه الشخصيه لا، في الشغل لا. لينا من الوسط الفني، لا هما يعني هما رجاله اكتر بصراحه. زي علي ربيع، لا ناس كتير بصراحه يعني بتوع مسرح مصر معظمهم صحابي قوي. واحمد حاتم، نسيت احمد حاتم برضو قريب ليا. دور عملته بحب قوي ايوب، اللي في الاوائل بقى خالص، كنت وانا صغيره كنت في الجامعه عملت فيلم كده كنت وحشه قوي. نفسي اعمل فيلم رومانسي اكشن يعني كده، نفسي اعمل اكشن بصراحه. اكتر فيلم بحبه دي سمير وشهير وبهير. لا مش هينفع اقول عشان هم واحد انا معاه، هقول انا يعني اللي انا كنت معاه الاثنين، الواد سيد الشحات ورايح المدام الاثنين والله. عشان لا ما مش بقى لا مطلوبش، لا هو لو عايز لو دور حلو وقريت وحسيت ان انا ممكن اعمله هعمله، لكن لو دور مثلا ممكن ما يبقاش مناسب ليا. اكتر ممثل بيضحكني في مصر عادل امام، دنيا سمير غانم.
لا عايزين تاكلوا؟ يا ريت يا ريت. طب يلا عشان انا طالبه دليفري. عايزه اقول لهم ميرسي قوي على اللي هم بيعملوه معايا، بشوفه في الشارع وعلى السوشيال ميديا وبحبكم قوي. بس كده، باي باي.